السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله. أبد قلت بنزل فيديو بسيط. الحين أنا الأيام هذه بعد ما تاحوا لنا نلعب مهمات في سيرفر خاص، وصراحة ريحونا للأمانة. فإذا طفشت أروح سيرفر عام أو أدور على أخوياي أو يجوني أخوياي. ف الحين أول شيء أسويه، يعني ما دامهم الآن خلوا شو اسمه، الحين عندنا خيار نشتري، نخلي ناس يشترون البضاعة ويسوون يجيبونها لنا، شفتوا كيف؟ بضاعة مستودع الشركة، طبعا مو مستودع السيارات، المستودع هذا حق الوير هاوس، حق الكراتين يسمونه. أول شيء نسجل شركة، وحتى ما يحتاج تسجلون شركة يعني، بس أنا أسجل شركة. شوف الحين ما يحتاج شركة يعني في المهمة، بس عشان بس أنا أبغى أسجل شركة عشان أشوف الكمبيوتر بس. أني أذكر عندي أمس 188، اي ماني مسجل شركة الحين عشان تأكدون بس. شفتوا هذه البضاعة كلها من العمال، سوري من هذه، وين البنت؟ اي وبعدين كانت 7500، الحين 3500 تقريبا النص. الحين شفتوا عليها تخفيض الأسبوع هذا أعتقد. اوكي شفتوا الحين، وكل البضاعة هذه جايبتها، فعلى راحتي خليها لين تمتري، يعني خليها لين تمتري، ولا اروح اجيب بضاعه واركب الطياره واروح لمكتب الشركه عشان ابدا المهمه وقروشه ومدري ويش واجيب كراتين ود كراتين. لا خلاص، شوف الحين تروح تجيب بضاعه الحرمه ذي الجديده اللي هنا. الحين لازم اسجل شركه علشان اشوف الكمبيوتر كم عندي. اذكر عندي امس 188، طبعا اول واحده فوق، والحين 203. طيب شوف 200,000، والله ما ادري، الظاهر ما لعبت ولا مهمه، اعتقد اني ما لعبت ولا مهمه، كلها اشتري عن طريق ذولي، خليهم يجيبون لي بضاعه. طيب يعني الاشياء اللي اسويها حاليا هذه الحين خلصنا منها، وش نبدا المرحله الثانيه؟ الحين نسوي يعني هذه راح السيرفر خاص ود بعض الاعمال، جمع لك كم قرش كذا يعني، اذا ما تسوي جلتشات، اذا في جلتشات عندك نسخ سهله سوها، اذا ما في سوي الحاجات هذه. طيب نحط الحين طوال العمار الموتورسايكل كلاب، ان شاء الله نطقته صح. طيب يلا خلنا نروح بسيارة العميل 007، نروح نشوف لنا دباب نعدل عليه ونبيعه ناخذ 50,000. وايضا في معلومة، ايضا في معلومة، تذكرون يوم يقول لكم انا بعت طلعت النايت كلاب 600 وجاني 1,200,000، رحت وبعت ثاني مره مرتين بعدها، بعت مره ب 600 امس، بعت ب 600,000، وقبله بعت ب 500,000، ما تذبلت. فاجلس اقرا الرساله اللي تجي هنا على الايميل الجوال، ايش ما يطلع الجوال؟ اي هنا يجيكم رساله هنا يقول لك فيرست تايم، اي بيعه تبيعها للمره الاولى تكون دبل. شفتوا كيف؟ فأنا بعت أي بيعة تبيعونها بضاعة، أي شيء تبيعونه يكون عليه دبل في البداية، في المرة الأولى فقط، المرة الثانية خلاص. يعني أنا باقي عندي البنكر وباقي عندي بضاعة الشركة، بس بضاعة الشركة مستودع الكراتين حق الشركة يقول لك ليمت، هو يعني الليمت ترى الدبل هذا ليمت وينتهي، أنا أحسب منه على طول صراحة. فأول اللي الآن عنده في البضاعة في النايت كلاب، ولا مثلا عنده 500، بعضهم عنده مليون، الان راح بعها 2,000,000 يجيك، شيء مش طبيعي. بس بسرعه ترى لها وقت معين، ليمت معين ما ادري متى تنتهي. الحين انا عندي في البنك تقريبا 130,000 للقريب، والظاهر 200 وشوي للبعيد. فاذا بعت، لانها اول مره، اذا بعتها تتدبل ال 130,000 مثلا او 200,000 تصير 400,000 زي كذا. يلا خلينا نعدل. هذا كيف تقضي يومك في جراند في سيرفر خاص زي كذا يعني. يعني منها تجمع ومنها تستفيد. واذا طفشت راح لسيرفر عام وجون على اخوياك او ارسل لاخوياك. اللون يقول كريك براون. شوي الالوان. بس يعني حبيت بس اعطيكم الشيء هذا اليوم فاضي قلت خلني. طيب الانجن ليفل 1. طيب هذه شو اسمها هذه؟ المهم هذه ستريت ترانس. طيب البيك سبورت. طيب وش بعد؟
هنا ايش؟ ريل هذه ريموف، ايه ما في الا واحد اصلا. طيب عندنا فونت، طيب الراو هيد فونت، هذه هذه الاثنتين يعني. طيب هذه ستوبي، هذه باقي الكفرات. مورنينج مورنينج ستار، مورنينج ستار، أغاني مورنينج ستار. وين وين مورنينج؟ الله يا ولد ما عاد أشوف زين. طيب هذه خلاص كونفير. التأمين 10,000، وال التأمين 10,000 ونبيعها ب 50,000، يعني مكسب 40,000. أحيانا تصير 60,000 ما أدري صراحة، وأحيانا تكون بعيد المكان، يكون بعيد. بس نشوف الحين أشوف قريب هذا، وشوف 50,000 ما أدري عاد هذه 50,000 تستمر بعد، والله ما أدري، لأن أتوقع بعد فترة يمكن تصير 25,000 فقط. إذا صارت 25,000 اسحبوا عليها خلاص، الحين استغلوها. بس والله أكثر شيء اشتغلت عليه بيع الدبابات صراحة، يعني 50,000 و شو اسمه يعني ما أدري والله، بس أتوقع فوق المليون بالراحة يعني. ركزوا، أهم شيء أول بيعة فيرست تايم سيل هذه يكون عليها دبل، بعدها خلاص يكون المبلغ نفس المبلغ اللي معكم، يعني ما في دبل. استغلوها، وتراه يجيني على الايميل حق الجوال، يجي كل اللاعبين يجيهم ليمت، يعني يستغلوها تراها زي الليمت، فتره وبتروح. طيب واذا صدمتوا بالدباب ياخذون منكم المفتاح كذا زعلانين. هو الحين لا، الحين الوضع طبيعي اتوقع. اي اشوف شو اقول، اقول احسنت زي كذا، ياخذ المفتاح بشكل طبيعي، لكن لو حكيت الدباب شوف يطالع في الدباب شيء بسيط ياخذ المفتاح منك بقوه، زعلان عليك سبحان الله. خلاص ديليفر انتهينا. وش قلنا؟ تقريبا يعني شو اسمه هذه الاشياء يعني البسيطه مع بعض المعلومات اللي اعطيتكم اياها. وأتمنى أن يكون الفيديو خفيف وبصير وجميل، ويعطيكم ألف عافية وفي أمان الله.